بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي في مجمع المدارس الفلسطينية، أسعد الله صباحكم. اليوم سوف نتحدث عن شبكات الاتصال، وهي الوحدة الرابعة في كتاب تكنولوجيا المعلومات. عنوان الدرس الأول: الطبقة الثانية، طبقة ربط البيانات في نموذج الـ OSI موديل. الطبقة الأولى هي الطبقة الفيزيائية التي تتكون من أسلاك وكوابل أو لاسلكية، هي عبارة عن أبراج اتصالات وأمواج راديوية. أما في الطبقة الثانية، طبقة ربط البيانات، تقوم هذه الطبقة بتنظيم عملية إرسال واستقبال الإشارات أو الرسائل بين جهاز متصل بالشبكة وآخر، حيث يسمى الجهاز الأول المصدر والجهاز الآخر الهدف، ويتم ذلك من خلال مكونان اثنان، هما بطاقة واجهة الشبكة الـ NIC Network Interface Card ومحول الشبكة الـ LAN Switch Local Area Network Switch. سوف نتحدث بالتفصيل عن هذان المكونان ووظيفة كل منهما في هذه الطبقة. يجب التنويه هنا إلى أن الرسالة الصادرة من جهاز المصدر إلى جهاز الهدف في هذه الطبقة يسمى بالإطار أو الفريم. أولاً، بطاقة واجهة الشبكة. وظيفة بطاقة واجهة الشبكة أنها لا تقوم بإرسال أي رسالة من خلال الوسيط المادي الفيزيائي إلا بعد التأكد من خلو هذا الوسيط من أي إشارة، أي أنها تتأكد أنه لا يوجد أي رسالة مرسلة، بعد ذلك تقوم بإرسال الرسالة إلى جهاز الهدف بناء على العنوان الفيزيائي الموجود ضمن الرسالة، نسق الرسالة. أيضاً تحتوي بطاقة واجهة الشبكة على ما يعرف بالماك أدرس، وهو العنوان الفيزيائي، سوف نتحدث عنه لاحقا. هذا هو الشكل المادي لبطاقة واجهة الشبكة. نلاحظ هنا أنه يحتوي على مدخل سلكي، كيبل سلكي. عنوان الماك أدرس، ما هو عنوان الماك أدرس وكيف تحصل عليه أجهزة الشبكة؟ عنوان الماك أدرس هو عنوان فيزيائي لا يتغير بتغير المكان، تحصل عليه الأجهزة من خلال المصنعين لهذه الواجهات أو كروت الشبكات، حيث أن لكل بطاقة واجهة شبكة عنوان ماك أدرس يتم تحديده من قبل الشركة المصنعة مسبقا، ولا يمكن أن يتكرر هذا العنوان بين أي كرت شبكة وآخر. وفي حال وجد أن هنالك كرت يحتوي على رقم مكرر مع كرت شبكة آخر، نستطيع أن نميز أن هذا الكرت غير أصلي أو تم تقليد هذا الكرت. يتكون الماك أدرس من 48 خانة بالنظام الثنائي. يقابله
12 خانة بالنظام العد السادس عشر، حيث أن كل 4 خانات في النظام الثنائي يقابله خانة واحدة في النظام العد السادس عشر. بناء على ما سبق، كم نستطيع عنونة أجهزة إذا كان عنوان الماك أدرس يحتوي على 48 بت؟ الجواب هو 2 مرفوعة للأس 40 48 يساوي، العدد هو 1,281,000,000,000 تقريبا، عدد كبير جدا أحبتي لا نستطيع قراءته. لنتعرف الآن إلى أنظمة العد، بما أننا تحدثنا عن نظام العد السادس عشر ونظام العد الثنائي. نظام العد السادس عشر يتكون من الأعداد العشرية المعروفة من 0 إلى 9، وبعد ذلك نبدأ بالأحرف اللاتينية من الـ A وانتهاء بالـF، فيصبح مجموع هذه الأعداد 15 عددا، 15 عددا. وإذا حسبنا وإذا أدخلنا الصفر يصبح 16 عدد، وكما ذكرنا سابقا أن كل عدد بالنظام السادس عشر يكافئ 4 خانات في نظام العد الثنائي. لماذا نستخدم النظام السادس عشر؟ لسهولة تمثيل الأعداد، لأن الأعداد تصبح طويلة جدا عند استخدام نظام العد الثنائي. في هذا الجدول نلاحظ تمثيل للأعداد في النظام السادس عشر ومكافئها بالنظام العشري. نلاحظ أن الصفر يكافئ الصفر إلى العدد 9 يتساوى النظام السادس عشر مع النظام العشري. بعد ذلك عند العدد 10 نرمز في النظام السادس عشر بالحرف A، والأحد عشر نرمز له بالرمز B، والثاني عشر نرمز له بالرمز C، وهكذا إلى العدد 15 نرمز له بالعدد F. فلو سئلنا مثلا ما هو أقصى عدد نستطيع تمثيله في نظام الهكساديسيمال هو العدد F، وما هو مكافئه بالنظام العشري هو العدد 15. أما في النظام العد الثنائي فهذا النظام هو أساس الكمبيوترات، لأنه يمثل الحالة التي تكون فيها أي دارة كهربائية، حيث أن أي دارة كهربائية إما أن تكون موصولة on أو أن تكون مفصولة off، وبالتالي يرمز العدد 0 إلى حالة الأوف، والعدد 1 إلى حالة الأون. للتحويل بين نظام عشري إلى النظام الثنائي نقوم بالخطوات التالية: تمثيل الأعداد مع أوزانها، نضع خانة الأعداد والوزن المكافئ لها بالنظام العشري. فمثلا الخانة الأولى تمثل 2 قوى 0 يمثل العدد 1، والخانة الثانية تمثل العدد 2، والخانة الثالثة تمثل العدد 4، والخانة الرابعة تمثل العدد 8. بعد أن نقوم بتمثيل
أوزان الأعداد مع أوزانها، نقوم بوضع العدد واحد في الخانات التي يتم اختيارها. سوف نلاحظ ذلك في المثال الآتي، وبعد ذلك نقوم باختيار العدد النهائي الناتج لدينا. فمثلا إذا أردنا تحويل العدد 30 في النظام العشري، نقوم باختيار العدد المناسب في خط تمثيل أوزان الأعداد. نلاحظ أن العدد 30 يقع بين العدد 16 والعدد 32، لذلك نقوم باختيار العدد الذي يقل عن 32 مباشرة، وهو العدد 16 الذي يقع في الخانة الخامسة فنضع هنا العدد 1، وبعد ذلك نطرح العدد 16 من العدد 30 فيتبقى لدينا 14. نختار العدد الذي يقل مباشرة عن العدد 16 وهو العدد 8، فنضع هنا في هذا المكان الرقم 1 لأننا اخترنا هذا العدد 8. ونطرح من العدد 14 العدد 8، يتبقى لدينا 6 وهي عبارة عن 4 و2، وفي الخانة الأخيرة التي لم نستخدمها لأنها على يمين العدد نضع العدد 0 وتحسب، فيصبح ناتج العدد لدينا 1 1 1 1 0. إذا العدد المكافئ للعدد 30 في النظام الثنائي هو 1 1 1 1 0. لنجمع هذه الأعداد سوية، 2 زائد 4 6، 6 زائد 8 14، 14 و16 30 وهو العدد المراد تمثيله بالنظام العشري. أما إذا أردنا أن نحول بين النظام الثنائي إلى النظام العشري، فنقوم بوضع سلم تمثيل الأعداد مع أوزانها كما سبق، ونقوم بوضع العدد كما هو في الخانات، ونقوم بجمع العدد العشري، ونقوم بجمع العدد العشري. فمثلا لتمثيل العدد 1011 1011، نقوم بجمع هذه الأعداد 1 والأربعة والثمانية، 8 زائدا 4 12 زائدا 1 13. إذا هذا العدد يكافئ بالنظام العشري العدد 13. من كم خانة سداسية عشرية يتكون عنوان الماك أدرس؟ وما هو عدد العناوين التي يستطيع أن يغطيها؟ لحل هذا المثال قلنا سابقا أن عنوان الماك أدرس يحتوي على 48 خانة، كل 4 خانات تمثل برقم سداسي عشري واحد. فإذا عدد الأعداد يكون 48 تقسيم 4 يكون الناتج 12 رقم سداسي عشري. صيغ الماك أدرس سوف نتعرف عليها لاحقا، ولكنها كما ترونها بهذا الشكل، عبارة عن أعداد وحروف مفصولة، كل رقمين يتم كل خانتين في النظام السادس عشر يتم فصلهما إما بداش أو كولون، النقطتان الرأسيتان أو علامة الشرطة، أو قد يكون كل
ستة خانات مفصولة بدوت نقطة. عدد العناوين التي يستطيع أن يغطيها عنوان الماك أدرس هو 2 مرفوعة للأس 48 كما قلت لكم سابقا، وهو هذا الرقم الكبير جدا. نشاط تحديد عنوان على الجهاز، نقوم بالضغط على أيقونة الشبكة ثم اختيار فتح إعدادات الإنترنت ونافذة الشبكة، ثم اختيار Change Adapter Settings، ثم اختيار كرت واجهة الشبكة المتصل. في هذه الحالة أنا أستخدم الواي فاي، ثم الضغط على Status الحالة، ومن ثم Details فيظهر لنا الفيزيكال ادرس او الماك ادرس. في هذه الحالة C8-21-58-05-87-0F close. هنالك طريقة أخرى من خلال الكوماند برومبت، نقوم بالضغط على run ثم اختيار cmd ثم نقوم بكتابة الكوماند ipconfig space all، فيظهر لنا كافة إعدادات كروت الاتصال على الجهاز و مع شرح مفصل عن الـ IP address، الـ subnet mask، الـ physical address، الشركة الصانعة لكرت الشاشة، معلومات كثيرة. هنا أستخدم كرت ويرلس من شركة انتل، الماك ادرس او الفيزيكال ادرس هنا كما رأيناه سابقا، الدي اتش سي بي انيبلد اوتو كونفيجريشن، اي ان الاعدادات تكون اوتوماتيكية، لا احدد الاي بي ادرس، الـ IPv version 6 هذا هو، والـ IP الذي سوف نتحدث عنه لاحقا هذا هو version 4، subnet mask قناع الشبكة الذي سوف نتحدث أيضا عنه لاحقا. إذا هنا الماك أدرس الخاص بي هذا هو. إذا نقوم ب من خلال إشارة الويندوز نذهب إلى تنفيذ البرامج run، ثم نكتب cmd command prompt، أي أننا سوف نقوم بكتابة أوامر وهنا نكتب الأمر ipconfig مرة أخرى على all، هذا هو الكوماند، فيظهر لنا جميع الخصائص لكروت الاتصال الموجودة على الجهاز، الأمر ipconfig وعنوان الماك أدرس يرمز له بالفيزيكال أدرس. نستطيع أيضا أن نحدد الماك أدرس الموجود على أجهزة الهاتف الخلوي، إذ أن الهاتف الخلوي يتصل بالإنترنت فإذا لديه كرت واجهة شبكة، وهنا تكون من نوع ويرلس، ولي
إيجاد الماك أدرس في هواتف الأندرويد، نذهب إلى الضبط أو السيتينجز، ثم نختار من قائمة السيستم about the device، عن الجهاز، ومن هنا نختار status الحالة، ثم نختار الواي فاي ماك أدرس، عنوان الماك أدرس الخاص بالواجهة اللاسلكية أو الوايرلس. الآن سوف نتحدث عن المكون الثاني وهو اللان سويتش، محول الشبكة. محول الشبكة يقوم هذا الجهاز بربط عدة أجهزة مع بعضها البعض. من أشهر المخططات لللان سويتش هو المخطط النجمي، حيث يكون اللان سويتش في المنتصف ويتصل مجموعة من الأجهزة تتصل به عبر المنافذ الموجودة على هذا الجهاز. فائدة هذا المخطط أنه إذا كان أحد الأجهزة لا يعمل في حالة الأوف، تبقى باقي الأجهزة متصلة مع بعضها البعض. كيف يعمل اللان سويتش؟ يقوم اللان سويتش ببناء جدول يسمى الماك ادرس تيبل، حيث يكون لكل جهاز متصل في الشبكة يرتبط بمنفذ في محول الشبكة. هنا نلاحظ أن هذا الماك ادرس يحتوي مثلا على 4 منافذ، والمنفذ 0 وواحد واثنان وثلاثة. كل منفذ من هذه المنافذ متصل مع جهاز، يقوم اللان سويتش بربط المنفذ مع الماك ادرس. كيف يتم تعبئة عناوين الجدول في الماك ادرس؟ يتم تعبئة عناوين الجدول عندما يقوم أي جهاز بإرسال أول رسالة عبر الشبكة، حيث يقوم بوضع المنفذ الذي استلم منه الرسالة والماك أدرس الخاص بالجهاز الذي أرسل الرسالة، ثم يقوم بفحص باقي الأجهزة من خلال ما يعرف بالهارت بيت، وتحديد الماك أدرس الخاص بهم، وبناء هذا الجدول، وبعد ذلك تصبح الأمور أوتوماتيكية. أي رسالة يريد أي جهاز ضمن الشبكة إرسالها يقوم بقراءة المنفذ وتحويلها إلى المنفذ. لنتحدث الآن عن نسق الرسالة، الفريم أو الإطار. الفريم يحتوي على عنوان الهدف المراد إرسال الرسالة له، وعنوان المصدر الذي أرسل الرسالة، وجسم الرسالة، و الـ FCS تفحص الأخطاء. Frame Check Sequence. إذا يستخدم المحول العنوان الموجود في حقل عنوان الماك أدرس الموجود في رأس الرسالة أو في رأس الإطار للتعرف على موقع الأجهزة في الشبكة. وعندما يستقبل المحول أول رسالة من جهاز الحاسوب يتعرف
مباشرة على عنوان الماك أدرس الخاص به، ويضيفه داخل جدول العناوين مقترنا مع رقم المنفذ الذي أتت منه الرسالة. الفريم تشيك سيكونس هو حقل تفحص الأخطاء، حيث يتم وضع البيانات الموجودة في الرسالة، عدد البيانات في هذه الخانة. عندما يتم استلامها من قبل المحول، يتم فحص تطابق هذا الرقم مع حجم البيانات الموجود. فإذا كان التطابق كامل يستقبل الرسالة ويرسلها، وإذا كان التطابق أقل يلغي الرسالة، لأنه معنى ذلك أن هنالك حدث خطأ في عملية الإرسال، فهذه الرسالة غير سليمة. إذن هو لتفحص الأخطاء خوفا من أي تغير قد يكون حدث للإطار في الطريق بسبب التشويش. فإذا كانت غير صالحة، يقوم محول الشبكة بالتخلص منه. نأتي الآن إلى أسئلة الدرس. أسئلة الدرس، السؤال الأول: كم عدد الخانات الثنائية التي يتكون منها عنوان الماك أدرس؟ قلنا أن عدد الخانات الثنائية هي 48. كيف يتم تمثيله بأنظمة التشغيل؟ يتم تمثيله بأنظمة التشغيل بالنظام 16. ادعم إجابتك بمثال كما كان لدينا عندما استخرجت الماك أدرس الخاص بجهاز الحاسوب، كان العدد الآتي: الفيزيكال أدرس بالنظام 16. لماذا يتم تصنيف عنوان الماك أدرس كعنوان فيزيائي؟ لأن عنوان الماك أدرس يتم تحديده من قبل المصنعين ولا يتغير بتغير المكان. إذن لأنه يتم تحديده مسبقا من قبل المصنعين لهذه البطاقات الـ NIC ولا يتغير، ثابت. ما وظيفة بطاقة واجهة الشبكة الموجودة في جهاز الحاسوب؟ ما وظيفة بطاقة واجهة الشبكة الـ NIC؟ أنها تحتوي على الماك أدرس، كما أنها تقوم بإرسال البيانات بعد التأكد من خلو الوسيط من الإشارات داخل الوسط أو الشبكة أو الوسيط. ماذا يستفيد المحول للسويتش من حقل الـ FCS؟ الفريم تشيك سيكونس الموجود في ذيل الإطار يقوم بفحص تطابق هذا العدد الموجود في هذه الخانة مع حجم الرسالة المرسلة. فإذا كان التطابق كامل يستقبل الرسالة ويرسلها، أما إذا كان التطابق غير سليم يقوم بإهمال هذه الرسالة، أي أن هذه الرسالة غير صالحة، حدث لها تشويش خلال عملية الإرسال. كيف يتخذ المحول سويتش القرار المناسب لتحويل الرسالة للمنفذ الصحيح؟ كيف يتخذ المحول السويتش القرار المناسب لتحويل الرسالة للمنفذ الصحيح؟ من خلال بنائه للماك أدرس تيبل، حيث أن كل منفذ سوف يكون مقترنا بجهاز حاسوب. كيف يقوم المحول سويتش بتعبئة جدول عناوين الماك الذي تحدثنا عنه؟ يتم تعبئة هذه العناوين مع أول رسالة يرسلها جهاز الحاسوب للشبكة. شكرا لمتابعتكم، وأتمنى لكم التوفيق.